حصة الرسم اللي دخلت علينا دي. ايه مش عاجبك ولا ايه؟ مين؟ فاطمة. ايوه. ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا استاذ؟ اعرفكم يا جماعة زميلتكم الجديدة البلانيلة بتاعت الفرقة. ده انت زي القمر. فاطمة اريكسون. اتفضلي يا ميدو. حاسة في عينك يا اللي مصلها النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على محطتنا ونورتنا وامرتنا. بسم الله ما شاء الله. رقيتك واسترقيتك من قال اللي شافوك. ايه ده؟ وما صلوش على النبي. الصلاة والسلام بس انت. اسمع كلام امك. يا نهار اسود لسه؟ اسمع كلام ابوك. يا ست في ايه؟ قمر هنا عرض كتافك. ايه بس يا فاطمة في ايه؟ مش هتتجوزني بقى ولا ايه؟ صحيح انت حلوتي بعد الحادثة. بس ده تعالي يا بطل تعالي. ايه؟ بس انت مش فاهمة. انا مش عايزك تركزي على الجواز في الدنيا. ليه؟ انت عارفيش اللي ما بيتجوزش في الدنيا بيتجوز 10 في الآخرة. يعني خليني في الآخرة؟ انت خليكي في الآخرة. طب ربنا يكرمني. والله عارفة لو مشيتي كويس؟ هديك عليهم 2 كمان. والنبي. والله. اديني ماشية. روحي يا بطل روحي يا شيخ. حد يا ناس؟ انتوا قضانا مسرحية. حد يشوف الأنسة زيزي فين؟ مش لاقياها مش لاقياها مش لاقياها. دورت عليها في كل مكان مش موجودة. طب هنعمل ايه يا سماح دلوقتي؟ مش موجودة اختفت يا أستاذ زين اختفت. طب اتصلت بيها على الموبايل؟ مقفول. طب جربي المحمول كده يمكن ترد عليها. ايه بس؟ الست مش فاهمة. ايه؟ عزب بيه صاحب المحطة الفضائية اللي احنا شغالين عنده ده. مين؟ لو الاستعراض ده ما نزلش بعد 2 دقيقة على الهواء عارف هيعمل فينا ايه؟ هيعمل فينا ايه؟ هيطردنا. هيخرب بيوتنا كلنا. ونعمل ايه بس؟ طب قرري كده المحاولة وانا اكرر معاك. الو 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 يا سيدي. يعني ايه بره الخدمة؟ مش فاهم حضرتك. نعم؟ ما تتصرفي يا وليه شوفنا في اي نصيبة. الله ده حاجة غلط. انتوا يا ناس حد يشوف الأنسة زيزي فين؟ فين؟ اهي علي النعمة بشم ريحة البرفان بتاعها على بعد كيلو. زيزي جاية من هنا. بعد 2 دقيقة على الهواء عارفه هيعمل فينا ايه؟ انا مش برغي التليفون. ارغي زي ما انت عايز يا عزيزه. بس برغي التليفون ولا لا؟ فهميني بس يا عزيزه. ما تتكلمش كتير. ابص ايدك انت مش فاهمه. ما تتكلمش كتير. طب انا اعمل ايه؟ ده انا كده هروح في داهيه. نيدو بقول لك ايه؟ طب انا لازم اقفل معاك دلوقتي عشان عندي استعراض. وابقى اكلمك تاني. يلا حبيبتي. يلا. يلا يا بنات متشكرين يا بنات كل واحده على اوضتها. يلا يا حبايبي. يلا حبيبتي حصلني يا بنت على اوضتي. يلا يلا حبيبي. يلا حبيبي افرد ايدك. افتح ايدك عشان ربنا يفتح عليك. افرد يا ماما ايدك. افرد يا ماما ايدك. انت بفردي وشك ابوس ايدك. طب بلاش الجواز. عايزه ايه؟ علمني الرقص. يا ولية علم في اي منطقه يخرب بيتك. المنطقه اللي تعجبك علمها. تعالى يا فاطمه تعالى. ايه؟ علي نعمل انت صعبت عليا وهجوزك حالا. يا رب يخليك. انت عايزه تتجوزي بسرعه؟ اعملي اعلان في التلفزيون واعملي على نفسك سحب. اقول ايه؟ والله. اقول ايه؟ اعملي بقى فاطمه اريكسون. اتجوزوا فاطمه اريكسون وخدوا ب 300 جنيه شباشي بزياده. فاطمة أريكسون سعر الشحن ثابت. أريكسون ايس عليك. على النعم عجبك الواد اللي بيغني التاني ده؟ بيقول ايه؟ التليفون صغير منك يطمني عليك يا ريت تتخلص بسرعة من أشف رجليك. أنا كرهتك. ليه بس يا ولد؟ أنت بقيت وحش. طب روح يا بطل. بس عليك. ليه بس؟ أنا متبرية منك. متبرية؟ يا خلاص روحي. يا ساتر يا رب. يلا يا اخوانا هقول 1 2 3 نبتدي الاستعراض ونفس الحركات اللي قلت عليها فاهمين يا فنديه؟ اتفضلوا. 1 2 مزيكا. ها
بالحلاوه دي؟ بصراحه انا شفت راس كتير وقليل بس ما شفتش كده بالحلاوه دي. انا خلاص خلاص والنعمه حمود. هتجنن هتجنن ان شاء الله. ان شاء الله ايه يا حياتي؟ تتجنن يا عقلي. عزيزه انا عايز اقول لك على حاجه، انا عايزك تديني فرصه تانية اثبت لك فيها حبي، اصل انا بحبك. ولا إيه؟ لم نفسك بدل ما احطك في الخلاط واعملك عصير زفت اسافلت بيك الشارع. ليه يا عزيزه؟ انا بحبك 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 بحبها بحبها. ايه ده ايه ده؟ لقيته. هو ايه؟ فردة الشبشب يلا اللي بدور عليها. اسمعني بس يا زيزي، ده المثل بيقول ان حبتك حية اتلفح بيها. المثل بيقول حية. امال ايه؟ اي مش حمار؟ فعلا حمار، حمار عشان بحب واحدة زيك. لكن انا عايز افهم، عادل ده بتحب فيه ايه؟ بتحب في عادل ايه؟ بحب في عادل طيبته، انسانيته، قلبه زي قلب عصفور الكناري. كناري مين يا ام؟ ده عبيط، ده اهبل. بحب على طول هبل. ارتحت؟ لا ما ارتحتش. طب قولي لي، هو بيحبك زي ما انت بتحبيه كده؟ مش عارفه. لا ما تقوليش مش عارفه، قولي. بس انا لمحت له كتير. يعني عملت ايه؟ عملت له كده اهو. وريني. ما فهمش لغه الحواجب. طبعا. ايه ده؟ عملت له كده اهو. جابت معاه؟ ما فهمش لغه العيون. قلت له ما بنامش الليل. قال لك ايه؟ جاب لي منوم. نعم. شرحت له احساسي. جاب لك ايه؟ جاب لي دواء حساسيه. يا لهوي. كلمته عن مشاعر. جاب لك ايه؟ جاب لي شامبو للشعر. شامبو؟ كلمته عن الحب والجواز وقلت له ده ناموس الحياه. جاب لك ايه؟ جاب لي علبة بيروسول. بيروسول الغبي اللي بيحب يجيب ريد لايسيد الحاجات الحلوه دي. بره بره. ليه؟ اطلع بره. ليه كده؟ واحد يقول لي بيروسول والتاني يقول لي ريد. هم اللي بيعملوني على اني حشره؟ هم لو قلت لهم صرصور ودني يجيبوا لي ايه؟ العسكري. وانا بره بره وانا وانا وانا. الو. حلو يا بنت. ازيك يا عزبيه؟ ازيك يا بنتي يا زيزي؟ اهلا وسهلا يا عزبيه. لطيف قوي البرنامج يا بنت. ميرسي يا عزبيه. بجد عالم اضواء كيفني، مزجني على الاخر. ميرسي قوي يا عزبيه. بقولك ايه؟ ايه؟ يا عزبيه في ناس قاعده تحت. والله؟ اه. انا اسف جدا، ما كانش قصدي. طب بقولك ايه؟ ايه؟ يا عزبيه مش هتبطل تعاكس البنات المراهقات اللي اقل من 20 سنه؟ يا منحنح. انا منحنحه؟ ايوه. طب وكده؟ مرحرحه. وكده؟ مفلطاح. اوكي قولي لي بقى. اي عزبيه، الصرصار بتاعك كتب استعراض مقدمه المسلسل ولا لسه؟ عادل كتبه وصوره. يا عزبيه كتبه وصوره؟ ايوه. ازاي الكاتب ويصوره من غير ما اراه وافق عليه؟ يا عزبيه ده انا هخرب بيته. ده انا هدمره. معلش يا عزبيه، انا هعلقه في عمود النور اللي قدام الشركه. اللي قدام الشركه؟ هاتوا الحبل وحطوه في قفاه لغايه ما اوصل. يا انا يا انت يا عادل يا رأفت. شوفوا انتهوله. شوفوا لي عادل حالا. يا استاذ عادل. عامله ايه؟ يخرب بيتك يخرب بيت عقلك، انت بتعملي فيا كده ليه؟ انت ما عندكيش خالص صبيان يا بنتي. وحشتنا يا هلا. ده وحش مفترس. وحشتنا يا هلا. ابعد عني ابعد عني. طب بخ بخ يا ساتر. في حد يعمل في حد كده؟ الاستاذ عزب جه ولا ما جاش؟ في السكه. طيب قلت له على النقد اللي انا عملته امبارح؟ هو انا قلت له وقال لي استنى انا اقول لك. هو قال لك ايه؟ اكيد قال لك ايه. الواد الهايل ده، الواد ده فظيع، الواد ده شنيع، الواد ده مريع. حد يعمل كده؟ ايه ده؟ كنت قاطع نفسي. لا مؤاخذه انا ما خدتش بالي. خدي نفس بس. انا اقول لك هو قال لك ايه؟ اكيد قال لك الواد ده هايل. يا بنت العضاضه. هو في الحقيقه قال ده جنين. الله، شفتي الفاظه حلوه ازاي؟ قال لك ده جنان. طبعا قال لك الواد ده موهبه، هرفعه هرفعه وعلقه في النجوم. هو من ناحيه قالها هرفعك فقالها هرفعك. وهيعلقني في النجوم؟ لا، هيعلقك في عمود النور قدام الشركه. شفتي عظمته؟ شفتي قد ايه الراجل ده جميل؟ قال لك عمود النور اللي قدام الشركه، مش عايز يبعدني عنه، عايز يشوفني بقى في الرايحه والجايه. بس عمود النور اللي قدام الشركه ده انا اطول منه يا زيزي. مش مشكلة. طبعا قالك هاتوه حطه في رقبته اكليه للزهور على بال ما اوصل. هو اتكلم على رقبتك بس قال كلام تاني خالص. عارفه
أكيد قال قصيدة شعر باللغة العربية الفصحى، حيث أمدح وأفلح وأثنى وأطرأ. أطرأ؟ إيه ده؟ هو أنا بقول أمدح وأطرأ على قطرة العين؟ أمال قطرة مين؟ أنت بتقوليني كلام؟ يا قاسي. تتصوريش أنا فرحان بيكي قوي. شمال؟ عشان أنت البني آدمة الوحيدة اللي محسساني برجولتي وقوتي يعني. ازاي يعني؟ كل ما لطشك الاقيكي مهيقصة ومزلطاتك. تعرف انا كمان مبسوطة بيك قوي؟ ليه؟ عشان انت الانسان الوحيد اللي بيحسسني بانوثتي. ازاي يعني؟ يعني عشان انسان تافه يعني. الله! تيجي نحط التفاهة بتاعتي على العبط بتاعك ونعمل شيء اهبل جميل كده. ايه يا بت؟ لا ده عبط بجد ده. ايه ده؟ دي حيطة، دي حيطة دي. دي حيطة؟ طب انا هوريك العبط اللي على اصوله. ايه ده؟ الصرصار اللي على الحيطه. انت عارف وانا واقفه قدامك بحس بحاجه عظيمه. كلامك حلو قوي. حاجه عظيمه زي ايه؟ زي الاهرامات، ابو الهول. اشمعنى ابو الهول يعني؟ يعني عامل زيك، لا بيصد ولا بيرد. طب انا كمان لما بقف كده قدامك بحس ان انا قدام كليوباترا. ايه ده؟ اشمعنى كليوباترا؟ يا منفسها مكتومه بعيد عنك. تعالي يا زوزه تعالي. ده انا عايش اسعد لحظات حياتي. اكيد الاستاذ عزف شديد قوي ما هيشوفني يقول لي خلاص هنتج لك المسلسل بتاعك كده. اوكي كده اوكي. قصه حياتي انا وصديقي مفتيح. انت بتعمل كده ليه؟ صاحبي مفتيح. هو اسمه مفتاح يعني؟ من واحنا عيال صغيرين وكل حاجه النص بالنص، وكنا رابطين بعضنا بفتله زي دي. وبعدين هو سافر يا زوزه بعد عني، بس انا ايه بقى متاكد ان اول ما المسلسل بتاعي يتذاع في الفضائيات هيعرف ان عايش وموجود وهيجي يشوفني. يا على لحظه اللقاء اللي بيني وبين صديقي مفتاح. يا زوزه بقول لك ايه يا زوزه؟ ايه؟ تيجي نجرب لحظه اللقاء ديت؟ يعني اعمل ان انا مفتاح يعني؟ يا ريت يا ريت. بقول لك ايه، اعملي انك انت مفتاح وانا هقف هنا من غير ما اخد بالي وتدخلي عليا ونشوف لحظه اللقاء. خلاص انا موافقه. اوكي مفيش مشكله خالص. انت ذوق قوي. ميرسي. انا هو مش واخد بالي. وانا هنا مفتاح. عادل خدت بالي؟ لو سمحت يا فندم ممكن ترفع ايدك اليمين؟ نفس الحسنه. ممكن ترفع ايدك الشمال؟ يا نفس السيئه. ممكن ترفع ايدك الاثنين؟ ريحه العرق المعفنه. مفتاح. عادل. مفتاح. عادل. وحشتني يا صاحبي. مالك يا بت؟ ايه انت طريقه كده ليه؟ طب ايه مفتاح ده راجل. نخشان يعني؟ ايوه شويه عضلات كده وخشونه وصياعه يعني. وبعدين ما فرحتيش ليه لما شفتيني؟ بصي هفكرك بنفسي، هعمل لك الحركه اللي كنت بعملها له واحنا عيال صغيرين، تفرحي وتفتكريني. خلاص انا موافقه. انا هو مش واخد بالي. اوكي يا. كلك ذوق والله. ولا عادل مفتاح. عادل. مفتاح. عادل. وحشتني يا صاحبي. كل دي سنين فراق، حرام عليك. مالك؟ المفروض تفرحي، دي الحركة اللي عملتها لي واحنا عيال صغيرين. ممكن أعرف بتعيطي ليه دلوقتي؟ حمار. مين ده؟ اللي بحبه. ليه؟ مش حاسس بيا. في ايه بتعيط ليه؟ حيوانة. مين دي؟ اللي بحبها. ليه؟ مش حاسس بيها. مش فاهمة ازاي يعني؟ يعني نفسي احس بيها، نفسي تحس بيا، أي حاجة كده، مش عارف أعمل إيه. طب ما تحاول تلفت نظرها. أيوة. يعني إيه ألفت نظرها؟ يعني أخزق عينيها؟ طب بص جرب معاها دي. إيه دي؟ فهمت. ايه ده؟ ايه ده؟ دي حركة عصبية. ايه ده؟ بحب واعية يعني؟ لا بناقص الحب ده. خلاص خلاص، دي ممكن تجيب معاها قوي. ايه دي؟ يعني ايه دي؟ يعني الساعة 7 ما كنيش النيل. ومين ده اللي يصحى الساعة 7؟ أصحى الساعة 7 عشان أحب؟ لا أنا لما أشوفها أعمل لها كده. ايه ده؟ 5 و5 في روكسي.
فراخ. انا قابل حبيت تعمل لها. فهمت حاجه؟ هترجعي؟ مالي يا بنت اعصابك بايظه ليه؟ كل ده عشان الحمار بتاعك مش حاسس بيكي؟ ما هو بصراحه ما حدش هيبص لك. والله العظيم ولا حد ممكن يعبرك بطريقتك ديت. بص لنفسك في المرايه هتلاقي نفسك سوري يعني هتلاقي نفسك قمر وشعرك سايح كده حاجه تقرف. ايه ده؟ وفساتينك حلوه حلاوه تموع النفس كده. ايه ده جاتك البلا في جمالك؟ ايه ده؟ عينيكي ساحره. يا مش قادر. ما تتعملي في خلقتك حاجه. اعمل ايه يعني؟ طلعي لك دقني. ايه ده؟ خلي الراجل ياخد باله منك وبعدين ده تلاقيه على قده وانت ما شاء الله في العلالي. شوفي انت عندك شقه على النيل وعربيتين، شوفي عندك كام فستان وكام كومبليزون. ده انت عندك بلاوي. طب ما الحمار كده يتبسط. يتبسط ازاي؟ ده حمار يعني عنده عزه نفس عنده كرامه. يا اخي حرام عليك هتجيب لي السكر. لحظه واحده يا زوزه لحظه واحده ما تزعليش. انت رايح فين؟ ايه عايزاه سايب ولا مكعبات؟ ايه مش عارف مرض السكر؟ مرض السكر؟ تعالي الف بعد الشر عليكي. مرض السكر ليه علاج دلوقتي؟ سف نمل. على قد ما تقدري تسفي نمل يعني. النمل هياكل السكر اللي في جتتك كله. اوكي سفيت نمل. كويس ايه اللي حصل؟ رجلي نملت. بشرة خير، الاستعراض بتاع الساعة 9 لازم تشوفيه. قول. اي اوعى. كان بيعمل ايه الافندي ده هنا؟ عايز ايه؟ ولا حاجة، جايب لك شربات. مناسبة ايه؟ بس انت مش فاهمة، عايزة بيه ان انت لازم تكنس وتمسح المكاتب. قلت له عيب، انا مدرب رأس محترم ومخرج. قال لي ما ينفعش، انت برضه قلت له ما ينفعش، قال لي طب خلاص خلي شربات بتاع ميزانات الجنين تعمل الشغل. طب دخلها يلا. حاضر يا عم زناتي. ايوه تعالى يا عم زناتي. ايوه انا ليا اهو. سلام عليكم. اهلا وسهلا يا ست الهوالي. ازيك يا عم زناتي؟ الله يخليك يسر اصلك يا ست. ازيك يا زناتي؟ ازيك يا عميني؟ اهلا وسهلا. اسكت. خير؟ مش العزب بيه؟ بعتني بعثة امريكي. في امريكا؟ ايوه قال لي عايزين خبراء اجانب. يا راجل في امريكا؟ اي والله كده اهو. ولا قلت امال يا زنات روح جرب حظك وابتدي حياتك. ما يجراش حاجه يعني كده بالك. ايه ده انا ناوي على نيه انما اللي هي اكتر من كده. ايوه والله. ايه انا هروح امريكا. ايوه اتعلم الطيران. ايوه وبعدين باجي هنا ايه اسوق بقى. تسوق ايه؟ الهبل ولا العبر؟ فين شربات؟ هي شربات انا جبتها. ايه ده؟ يلا خش يا شربات. شربات يا بنت انا مسافر. غار يا بغار. سلام يا ابا. سلام. اوعى تدوس على حد وانت ماشي يا ابا. استر اصله تروبش. مش بقول لك شربات؟ يلا قولي دستور. دستور. وكمان دستور. دستور. طيب سمعي بقى ستك النشيد اللي انت حافظاه. اهلا بيكن اهلا بيكن. ايوه. يلا احنا جينا عندكن. احنا فرحانين احنا مبسوطين.